السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يلا هاتوا ورقة بيضة بتاعت كراسة رسم وهنمسكها مع بعض دلوقتي وهنتنيها. هنتنيها بالنص زي ما انتوا شايفين، وهنضغط عليها بصبعنا جامد كده. شايفين ازاي؟ بعد ما ضغطنا عليها هنجيب نص واحد منهم وهنرفعه لفوق ونتنيه على الحتة المتنية. شايفين ازاي؟ وهنضغط عليه تاني كويس جدا. دلوقتي هنجيب قلم وهنبدأ نرسم. هنخلي الحتة المتنية من تحت، هنسيب مسافة من قدام ومسافة من ورا، ونبدأ نعمل قوس في النص. قوس يكون كبير شوية، هنسيب حتة صغيرة برضو من فوق فاضية. شايفين القوس؟ سهل جدا. اديني سايبه مسافه من قدام ومن ورا زي ما انتوا شايفين في الورقه. وهنرسم قوس تاني من تحت. كده خلصنا مع بعض. هنبدا دلوقتي نعمل زي التمانيه. شايفين؟ 8 بالجنب، وهنوصل بعد كده الخطين اللي احنا عملناهم زي 8 دول ببعض. هقلب لكم الورقة عشان تقدروا تشوفوا اكتر. شايفين شكلها 8 ازاي؟ هنمد الخط وهنوصلهم ببعض. وده دي السمكة. هنبدأ دلوقتي نعمل شفايف السمكة. هنعمل خط في النص بالظبط بين الورقة المتنية والورقة المفرودة، وبعد كده هنعمل زي قوس صغير وقوس تاني صغير من تحت. انا مديت الشفايف لجوه شوية، جوه داخل وش السمكة او جسم السمكة. شايفين ازاي؟ هنبدأ دلوقتي نعمل الأقواس مع بعض. هسيب مسافة كبيرة شوية وهبدأ اعمل الجزء اللي بيبقى فيه العين اللي هو وش السمكة، وبعد كده دلوقتي هبدأ اعمل الجسم أقواس جنب بعض كتير لحد ما جسم السمكة يخلص معايا، واحاول اخلي الأقواس دي تكون متساوية على قد ما اقدر. هي بعشوائي يعني، محدش يقيس قوي يعني. كده نكون خلصنا مع بعض الرسم. باقي اخر حاجة هنعمل دلوقتي الحتة اللي فوق في السمكة اللي هي زعنفة. هنعمل سبعات في تمانيات كده بسرعة، برضو بطريقة كروكي عشوائي. ومن تحت بصوا هتبقى باينة اكتر معاكم. شايفين ازاي؟ دلوقتي هرسم العين. هعمل دايرة وهعمل جوه الدايرة دي دايرة صغيرة في النص واسودها. هعمل الرموش، اربع رموش كده صغننين خالص، اربع خطوط. دلوقتي هفتح الورقة بتاعتي وهبدأ اوصل كل خط في جسم السمكة من فوق بالخط اللي في جسم السمكة اللي من تحت. هعدل لكم الورقة عشان تشوفوا اكتر. شايفين ازاي؟
كده اكون اوصل الخطوط والاقواس كل قوس زي ما انتم شايفين بالتاني لحد ما اخلصهم كلهم. سهل جدا وبسيط، اهم حاجة تتبعوا الخطوات معايا هتقدروا تعملوها بسهولة جدا. كده اكون خلصت الاقواس. دلوقتي باقي الحتة اللي هي شفايف السمكة او بقها، مش هوصلها خط مستقيم، لا هاخدها بحردة من تحت. شايفين الخط اللي عملته ده؟ احنا مش هنعمل على الخط ده، احنا هنعمل على الخط اللي تحت. انا حبيت اوريكم بس ان احنا مش هنوصل على طول، همسح الخط وهوريكم شكله اهو. دلوقتي بعد ما خلصته دلوقتي هبدأ اعمل الاسنان بتاعت السمكة. الاسنان مش هعملها مستقيمة، مش هعملها قد بعض، هعملها واحدة طويلة واحدة قصيرة عشوائي. كده خلصت اللي من تحت. بص اللي من فوق برضو زي ما قلت لكم عشوائي، واحدة صغيرة واحدة كبيرة واحدة متوسطة لحد ما اخلص بقها خالص. كده اكون اخلصت الرسم معاكم خالص. شايفين؟ دلوقتي هبدأ احدد السمكة معاكم عشان يبان كل التفاصيل فيها. هعمل جزء جزء بالراحة خالص وما حاولش اعدي على الخط اكتر من مرة عشان الرسمة يبقى شكلها مش ظريف. يعني لو عديت بالقلم في الماستر اكتر من مرة هتلاقي الرسمة باظت ويبقى شكلها مش حلو. هو خط واحد بس. خلصت الجسم الخارجي ودلوقتي بعمل زعانف السمكة. شايفين شكلها لما عملتها بانت اكتر. دلوقتي بعمل اللي من فوق برضو زي ما انتوا شايفين، وهحدد البق كمان. كل حاجة هحددها لان الشكل بيختلف تماما لما بحدد. وادي العين، شايفين ظهرت ازاي؟ شايفين الرموش معايا عشان لو كنتش اخدت بالكم في الاول. كده الأقواس نكون خلصناها مع بعض. دلوقتي هفتح الورقة وهنعمل زي ما عملنا في الأول، هنوصل اللي فوق باللي تحت برضو بالقلم في الماستر. هقلب لكم الورقة أحسن عشان تقدروا تشوفوا كل حاجة بالتفصيل.
كده نكون خلصنا مع بعض الأقباس كلها. دلوقتي هنبدأ نعمل الأسنان بتاعتنا. شايفين شكل الأسنان بقى واضح ازاي؟ كده كنت أكون خلصت معاكم الرسمة كلها تحديدها. التحديد شايفين خلى الرسمة بتاعتنا ظاهرة قوي. دلوقتي هبدأ تلوين معاكم. التلوين ده هيبقى من اختياركم، يعني ممكن تختاروا اي لونين انتوا عايزينه، ممكن تعملوا السمكة باكتر من لون مش بلونين بس، زي ما تحبوا. انا حبيت ان انا اعملها بالبينك واللبني، لكن زي ما قلت لكم انتوا تلوينكم ده هيبقى من اختياركم انتوا. وخلي بالكم ان انتوا لازم تبقى في خطوط مستقيمة زي ما انتوا شايفيني بلون كده، ما افضلش شوية يمين وشمال وشوية لفوق وتحت كده، التلوين هيبقى معايا مش لطيف. لازم في التلوين يبقى رايح جاي كده في نفس الاتجاه. انا هعمل مرة لبني ومرة بينك. هخلص تلوينها كلها وارجع لكم. ده شكلها بعد ما خلصت تلوين جسم السمكة كله. دلوقتي هبدأ ألون معاكم وشها باللون الأصفر. ده اختياري، ممكن تلونيه باللون الاصفر او مش عايزه براحتك. كده اكون خلصت الوش. دلوقتي هبدأ اعمل معاكم شفايفها باللون الاحمر. دلوقتي هعمل الزعانف باللون الاخضر. برضو انتي ممكن تختاري اللون اللي انتي حابة لطفلك او ليكي. على فكرة ممكن تخلوا الأطفال جدا يعملوها، حلوة جدا وبسيطة، بس أهم حاجة انتوا تبقوا قاعدين جنبهم ويعني تركزوا معاهم خطوة خطوة يعملوا ايه، هينبسطوا قوي. حاجة مسلية وممتعة وفي نفس الوقت بسيطة وغير مكلفة. كده أكون خلصتها خالص معاكم. وده شكلها النهائي، شايفين حلوة ازاي؟ بجد حلوة وبسيطة وسهلة وفكرتها، بس اهم حاجة تكونوا انتم مركزين في الخطوات معايا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وياريت تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واي حد يعمل الرسمة يبعت لي في الكومنتات عشان اقدر اوعى الصفحة والجروب بتاعنا. ويلا اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.